هلا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم راح نعمل توقعات برج الثور. الحياة المالية وكمان العاطفية والصحية، يعني كل شيء بيخص برج الثور. بحبكم حبايبي، مرحبا بكم الناس الجدد والقدامى في قناتي. بحبكم حبايبي كتير. هلا نبلش القراءة لبرج الثور، ويعني اللي جديد معايا في القناة يشترك، واللي يعني اللي بتابعني من زمان يعمل لايك كمان، يعني اللي برج الثور يبعت له هيدي القراءة بتاعت برج الثور. اوكي حبايبي، راح نخلط الورق. كل الورق وقع. كمان طلع لكم ورقة برج الثور. أول شي راح آخذ طاقتكم. لا أحوالك يعني في المال. أوكي حبيبي، راح نشوف أول حاجة. أول شي يعني العاطف، راح نشوف العاطف. اخذ كمان توضيحات. اول شي راح ناخذ طاقة برج الثور. عم حسه كأنك انت في هالفترة يعني كأنك عم تراقب شخص ما، عم تراقب ومستني، وبدك كمان في طاقتك بدك تترك الماضي وراك وتروح. فهمت علي؟ بدك تترك الماضي وتروح، يعني تشوف الأمام. كمان مستني عرض، ممكن عم تستنى انت في طاقتك، ممكن انت عم تستنى عرض من شي انسان، او انت راح تقدمها. فهمت علي حبيبي؟ فهمت علي حبيبي؟ عم شوفك كمان كأنك انت عم تتحسر على الماضي اللي راح، ومش عم شوف يعني اوكي، وبتحاول توازن امورك. يعني عم تشكي، يعني مش عم تشكي، يعني عم تحاول توازن أمورك. فهمت علي؟ عم تحاول توازن أمورك، تتذكر يعني الأشياء اللي ماضت، الأشياء اللي راحت. هذا كمان كارت برج العقرب. عم تستنى، يعني عم تتحسر على الماضي وبتحاول توازن أمورك. أوكي حبيبي، عم شوف كمان عندك كارما، ممكن يعني حسب. شوف رح شوف إذا كانت كارما سيئة أو وحشة. أوكي حبيبي، رح نشوف. أوكي. بصراحة عم شوف يعني كأنكو هالكارما يعني عدت عليكم، وانهدم شي انهدم، يعني شي انهدم في حياتكم. وانتو هلا يعني بتحتاجوا، او انكم بتحاولوا ترتاحوا مع ذاتكم، يعني تجلسوا مع ذاتكم وتحسبوا كل شي، يعني عدى وهلا وشو راح اعمل، يعني شو راح احمل من هنا المستقبل، يعني هيك. فهمتوا علي حبايبي؟
عم شوف كأنك راح يجيك عرض، او انت بدك تقدم عرض لانسان ما يعني بتشوفه بصراحة، الانسان ما بتشوفه كأنه نصفك التاني، فهمت علي؟ بشوفك يعني بدك ترجع، او بدك يعني تقدم عرض، وبشوفك كمان يعني بص يعني بشوفك كمان بتراقب شخصنا، او انت بتراقبي شخصنا. عم شوفك كل الصراعات والجروح اللي كانت ورا ظهرك بدك تتركها وتروح. بصراحة بشوفك يعني في الطاقة الحالية يعني حامل هموم فوق طاقتك، يعني مالك مرتاح، بحسك كأنك مالك مرتاح، وقلبك مكسور مكسور مكسور. بس راح توضح لك شمس، راح تشوف للقدام للأمام، راح تشوف للأمام، وبشوف كأنه هالشخص اللي جرحك ممكن يكون من برج الجوزاء، أو إنك يعني بتشوف لأنه طلع إنه هناك برج الجوزاء. أوكي حبيبي، يعني عم شوفك أنت قاعد بتستني وشايل هموم فوق طاقتك. راح شوف راح شوف هاي الورق يعني بده يقع. بصراحة عم شوف يعني بصراحة عم شوف يعني في تواصل، في تواصل إذا كنتوا يعني متفارقين، وهناك تواصل يمكن إنك أنت غتواصل ولا هو راح يتواصل معك. وبشوفك في الآخر راح تحقق السعادة مع هالإنسان يعني اللي في بالك. تمشوا على حبايبي. أوكي راح نشوف للمرتبطين شو أخبار المرتبطين. بصراحة عم شوف المرتبطين يعني رغم انك فتحت على القراءة للمرتبطين راح يجيك عرض، بس انت ما بدك اياه، انت بس بدك حبيبك يعني او حبيبتك يرجع. عم شوف بصراحة حبيبي، عم شوف يعني انتو اجاكم عرض للمرتبطين، بس انتوا رافضين هالعرض. اوكي حبايبي فهمتوا علي، يعني عم شوف يعني بصراحة اللي في هالعلاقة يعني بتفكروا تسرقوها وتروحوا، بس مو من شان علاقة تانية. عم شوفكم انكم انتوا تعبانين نفسيا، تعبانين من هالشخص. ممكن كمان القراءة تكون عكسية، حبيبكم اللي بده يفل ويترك العلاقة، فهمتوا علي حبيبي؟ اوكي هلا رح نروح للحياة العملية. اوكي حبيبي، اوكي حبيبي هلا رح نشوف الحياة المالية. المالية
نفس الكروب تقريبا، يعني اللي طلعت لنا في العاطفة نفس الكروت، يعني أكثرها معظم الكروت نفسها. أوكي حبيبي، أول شي عم شوفكم بدكم تحققوا السعادة، بس في يعني في المال مو عارفين ازاي توصلوا لهي السعادة، ازاي توصلوا للاكتمال، يعني توصلكم فرصة، تجيكم فرصة، يعني مو عارفين كيف راح تجيكم هالفرصة ولا كيف راح تتعاملوا منشان تجيكم هالفرصة. فهمتوا علي حبيبي؟ عم شوفكم كمان، عم شوفكم كمان مستنيين فرصة، بتنبشوا بتبحثوا ازاي راح توصلوا لهالفرصة، يعني فرصة في المال، بس قلبكم مكسور مكسور، يعني مجروحين. بس راح توصلوا للتوازن، راح تحاولوا توازنوا أموركم، راح تحاولوا يعني تبحثوا كل شيء. يا حبيبي زي ما أقول لكم، يعني انتم راح تحاولوا توازنوا أموركم وراح توصلوا للشيء اللي انتم بدكم اياه. يعني لما كمان عم شوف، يعني ممكن عندكم علاقة ولا شيء، منشان يعني صراحة أخذت ورق العمل طلع لي كمان ورق العدد. صراحة عم شوفكم راح توصلوا للشي اللي بدكم اياه في العمل، وراح تترقوا، راح تترقوا يعني منصب احسن من اللي كنتوا فيه. وإذا ما كنتوا ما مش يعني ما عندكم الشغل ما بتشتغلوا، راح تبلشوا تبحثوا، يعني لما تبحثوا هيك ويمر يعني شوية وقت راح تحصلوا على الشغل اللي انتوا بدكم اياه، راح تحققوا نجاح، يعني كل شيء راح ينبهر به، يعني راح توصل بسرعة بسرعة لي يعني العرش، يعني زي ما اقول لكم، يعني راح تجلسوا ملوك، يعني راح تجلسوا ملوك على عرشكم. لازم توصلوا للتوازن، لما تتوازنوا كل هالحكي اللي بقول لكم عليه، لما تتوازنوا وتنسوا الشيء اللي راح ما تطلع، يعني ما بتتحسروا، ما راح وراح توصلوا للشيء اللي بدكم اياه. فهمتوا علي حبايبي؟ حاولوا ما تتحسروا على الشيء اللي راح، بصوا يعني الامام وراح توصلوا لاي شيء بدكم اياه. اوكي حبايبي، هلا راح نروح للصحه. راح نروح للصحة، شو اوكي حبيبي، صحتكم راح تكون عاملة ايه في شهر 7 من الورق. يعني هي ممكن في القراءة بتاعتكم هي رابع او ثالث، ما يعني ثالث مرة نطلع هالورقة، عم حسكم كأنكم لازم انه هذا الكرت، يعني لازم تتصدقوا. فهمتوا علي؟ حاولوا تتصدقوا حبايبي، لانه لما تتصدقوا راح توصلوا لاي شيء، يعني اي شيء بدكم اياه. فهمتوا علي حبايبي؟ اخلي على الورق لانه وقعت، مو ما هي مره، يعني ما هي مره، ما هي اثنين، لازم يعني بدها توصلنا معلومه،
يعني بشوفكم لازم تتصدقوا حبايبي. اوكي خليها النور. بصراحة مش شوف يعني صحتكم، يعني ما في شي يعني بيخوف من ناحية الصحة، فهمتوا علي حبيبي؟ يعني ما في شي بيخوف، بس انكم يعني بتفكروا كتير من جواتكم، مالكم يعني فرحانين، مو السعادة اللي بتبينوها بتعيشوها، فهمتوا علي؟ آه. كمان عندك تعلق بشخصنا، تعلق جسدي، بدك تتواصل مع هذا الإنسان، بدك ممكن بدك تقدم له عرض بس أنت بطيء، أو هو بده يقدم لك عرض. القراءة ممكن تكون عكسية، يعني بشوف هذا الإنسان. صراحة عم شوف هذا الإنسان ممكن يكون مع أبراج هوائية مثل الجوزاء، الميزان، جوزاء، ميزان، مين كمان حبايبي من برج الهوائي؟ جوزاء، ميزان. صراحة يعني نط من دماغي، ما متذكرت ثلاث برج هوائي. ميزان، الدلو حبيبي، اسفه يعني الدلو نط من دماغي، ما تذكرت، اسفه حبيبي. اوكي رح نكمل هلا. يعني عم شوفك يعني عندك تعلق جسدي مع شخص هوائي. اوكي حبيبي، يعني عم شوفكم نفسيتكم اللي تعبانة، كمان ممكن تكونوا يعني بتبكوا بالليل، بتبكوا. يعني هالشي اللي طالع لي، حاولوا تخرجوا من هاي المرحلة، يعني مرحلة الحزن. ما في شي بالدنيا بمحرز ان احنا نزعل عليه لو ولا دقيقة، فهمتوا علي حبيبي؟ اوكي هلا راح نكمل ونشوف كمان شو راح يطلع لنا. هنا راح يعني أبراج ناري، طاقة ناري برج الميزان، طاقة هوائية برج السرطان، برج الجدي، كمان ميزان، هنا برج الميزان، هاي الأبراج وطاقة ترابية كمان حبايبي. أوكي راح اخذ لكم كمان نصيحة، كتير نصيحة. يعني بصراحة بحس كأنه الطاقة بتكرر نفسها كتير بصراحة. حبايبي هالكارت زي هالكارت. اوكي نصيحتكم، لازم تخرجوا من هالزعل اللي مزعلكم، روحوا وصالحوه. لما تصالحوا هذا الانسان ما رح تضلوا تبكوا على الماضي، وما رح تضلوا تنطروا، ما رح تضلوا تراقبوا هالشخص. لما تعملوا هالاشياء رح تخرجوا من طاقة الاكتئاب، رح توصلوا للفرح.
يعني بتقول لكم الطاقة كونوا صريحين منشان تخرجوا من هالطاقة الزعل. اوكي حبيبي، هلا قراءتنا خلصت، بحبكم كثير. واللي جديد في القناة يشترك ويفعل ويضغط على زر الإعجاب. بحبكم حبايبي كتير، و I love you. وبشوفكم يعني.